تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 23 أبريل 2019. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويعود عليكم الأيام بخير يا رب، وبصحة مباركة، واللي احتفلوا بعيد القيامة، ذكرى القيامة يوم الحد اللي فات، بركة كبيرة، ربنا يحافظ على حضراتكم. وبالنسبة لنا أنا النهاردة زي ما بقول مرة تانية، ربنا يبارككم، ورغم ان احنا في اسبوع الالام الخدمه النهارده، اشكر ربنا بعد العيد مباشره شم النسيم هيكون في حلقه اخد فيها بركه فقط الاشتراك مع استاذ الحبيب وحيد على قناه الحياه، وهتكون ردا على ادعاءات انه المسيحيه اخذت من بعض العقائد الوثنيه لتصف شخصيه المسيح او تشابه شخصيه المسيح مع بعض الشخصيات الاسطوريه. طبعا الكلام ده كذب في كذب، كذبة اخترعوها في القرن ال 18 وكرروها لما صدقوها. الموضوع يوم الاثنين الجاي هتبقى على قناة الحياة في برنامج الدليل الأستاذ وحيد. يوم الثلاث على طول هيبقى أكتر من موضوع، لكن الموضوع الأساسي فيه هيكون النور المقدس والرد على بعض الشبهات والفيديوهات التشكيكية الجديدة اللي بتدعي انه كشف خدعة النور المقدس، وهم النور المقدس، خرافة سبت النور، والعناوين البراقة المعتادة هيترد عليها ان شاء الرب كلها يوم الثلاث الجاي، وهنجيب نقطة نقطة او اعتراض اعتراض من اللي اتقال او ادعاء ادعاء من اللي اتقال والرد عليه بالمراجع كالعادة. وكالعادة ألفت نظر حضراتكم للي تحاشوا يتكلموا عليه في ملفاتي، يعني هاجموا نقاط في اللي أنا قلتها لكن في نقاط تحاشوا إن يذكروها. دايما أقول لحضراتكم مش بس تركزوا على اللي اتقال، كمان ركزوا على اللي ما اتقالش، أو ركزوا على اللي تم التحاشي إنه ما يتقالش. راح نشوف الموضوع ده إن شاء ربنا ودبر يوم الثلاثة الجاي، بعده إن شاء ربنا ودبر لسه حوطب، وحيكون الجزء الثالث من طوفان نوح والأدلة على حدوث الطوفان العالمي. ربنا يبارككم. برضو رجاء محبة للي عايز يتابع الموضوعات دي، لو تحب اعمل سبسكرايب في قناة ضعفي على اليوتيوب علشان تجيلك الإعلانات بتاعة الموضوعات المستقبلية، فلو تدوس على الايكون بتاع السبسكرايب اكون شاكر ليك ان انت انضميت للمجموعة بتاعتنا، ربنا يباركك. ايضا لو تحب تكون فولوور او للصفحة بتاعة ضعف اللي هي دكتور غالي على الفيسبوك، برضو هتجيلك الإعلانات على الاثنين. ربنا يبارككم ويحافظ عليكم يا رب. تعليق على البعض الأحداث العالمية واللي بقوله كل أسبوع، الله يعلم مش قاصد أخوف حد على الإطلاق، ولا أقصد أحدد مواعيد محددة، ولا أقصد أقول نشرة أخبار، ولا جاي بس أقول لكم ده حصل وما حصلش والكلام ده، مش ده هدفي. كل اللي هدفي من الموضوع ده أذكر ضعفي أولا وحضراتكم باحتياجنا لحياة اليقظة الروحية، حياة الاستعداد. انتوا شايفين العالم بدأ يظلم ازاي، معرفش الظلام ده هيستمر قد ايه، ولكن في هذا الظلام ربنا قال لنا احنا نور العالم، محتاجين نكون فعلا نور العالم، محتاجين نكون فعلا نور المسيح منعكس علينا، محتاجين نكون مصابيحنا مضاءة. فياريت الحاجات دي اللي بقولها بس تذكرنا باحتياجنا لحياة اليقظة الروحية، باحتياجنا ان احنا محتاجين نجمع زيت عشان تكون مصابيحنا مضاءة اكتر في وقت تشايفين العالم اصبح مظلم ازاي، واجتمعوا بالفعل على الرب وعلى مسيحه على انجيله وعلى اولاده، تشايفين ازاي اصبح الهجوم شرس بكل الانواع، واصبحت المسيحية مضطهدة في العالم باشكال مختلفة، ولكن مضطهدة هي بكل الصور. أو لو أي حد هيكون عايش في حياة الاستعداد عشان لما يقابل ربنا، فلما يسلم ودعته في أي وقت يكون في حياة الاستعداد. محتاجين نستعد بالإيمان العامل، بتنقيط القلب، بالثمر في الخدمة، بنجمع زيت في مصابيحنا عشان نضيء في هذه الظلمة في انتظارنا للعريس. فالضيقة اقتربت، اللي مش هيستعد ليها بزيت كفاية أخشى علي على ضعفي وحضراتكم أو أي حد من حضراتكم ما يستعدش بالقدر الكافي وما يكونش عنده زيت كافي، فيبقى زي العزارة الجاهلات اللي ما قدروش يدخلوا للعرس لأن الزيت ما كفهمش. أفضل أقول باستمرار اقترب، خلي بالكم، فوقوا، شوف اللي بيحصل، شوف الظلام، حتى لو بيتقال يا بتاع الإشاعات يلي بتخوف يا كذاب يلي يلي يلي، عن إن أنا أسكت عشان ما أتهمش بهذه الاتهامات الخطأ الكاذبة
وأي حد يسلم وديعته ويكون مش مستعد فيبقى دمه علينا إن إحنا ما نبهناهوش. وأيضا لو فعلا المسيح جه في أي وقت وكناش مستعدين فما يكونش دمه على رأسنا. ربنا يبارك حضراتكم. ربنا قال لنا علامات كتيرة وكان عن قصد. تقوم أمة على أمة، مملكة على مملكة، تكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات، أوبئة، مخاوف، ناس تبقى خايفة من بكرة، علامات عظيمة في السماء. قال لنا أوبئة هتزيد، مجاعات هتزيد، علامات عظيمة، الرياح تضج، الأمواج تضج، الدخان اللي يزيد، الناس تبقى خايفة من بكرة، علامات تساقط نجوم السماء، قوات السماء تتزعزع. كل ده يحصل قبل ما يشوفه أو يبصر ابن الإنسان أتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. ليه ربنا قال لنا كل العلامات دي؟ واحد، علشان ما نخافش. فربنا قال لنا الحاجات دي كلها زي أي أب حنون قبل ما تحصل، عشان لما تحصل ما نبقاش زي ولاد العالم الخايفين. زي ما قال لنا معلمنا بطرس الرسول: أما خوفهم فلا تخافوه. الحاجة التانية أيضا عشان نؤمن. قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ في زمن زاد جدا التشكيك فيه، في زمن حضراتكم شايفين إزاي أن أصبح الهجوم يعني فعلا شرس، عايزين بأي شكل يعصروا صغار النفوس، يقنعوهم بالإلحاد، بالشذوذ، بالإسلام، بكل حاجة، بس المهم يتركوا الإيمان المسيحي. فربنا قال لنا حاجات قبل ما تحصل، قالها لنا هتحصل بوضوح في نهاية الأيام، وبدأت تحصل قدام عينينا، وما تنفعش تحصل بالصدفة مع بعض، عشان تكون أنت بلا عذر أيها الإنسان، عشان تشوف إزاي إن ربنا كان دقيق وهذا الكتاب دقيق، وهو اللي قاله لك أهو بيحصل قدام عينك، فتصدق وتؤمن وتصدق كل كلمة قالها لك، حتى الحاجات اللي ما شفتهاش بعينيك، علشان خاطر فعلا تثق في كل وعود هذا الكتاب. بطرس نصاب. anyway، شكرا اللي شتمني، ربنا يبارك حضرتك عزيزي وربنا يحافظ عليك. الحاجة الثالثة والمهمة، وهي دي هدف الخدمة بالنسبة لي، هي حياة الاستعداد. متى ابتدأت؟ ربنا قال لنا لما تبتدي انت تفوق، انت تنتبه، انت ترفع راسك لفوق، لان نجاتكم تقترب. تكتمل امتى ملياش دعوة، في قرن، في ايام، في سنين، ملياش دعوة، لكن ربنا قال لنا لما تبتدي انت تنتبه. ليه؟ لانه ربنا عارف ان الزمان ده هيكون عصر السرعة والتكنولوجيا وسرقة أغلى حاجة، الوقت. مفتدين الوقت، عشان كده ربنا قال لنا. ربنا قال لناش مفتدين المال ولا الصحة ولا المجهود، المفتدين الوقت، لأن عارف إن العالم هيحاول بأي شكل يسرق وقتك. وصدقني، واحدة من أغلى الحاجات اللي أنت تمتلكها، من أغلى الوزنات اللي ادها لك ربنا، عارف إيه هي؟ الوقت. خلي بالكم. فربنا قال لنا هديكم حاجات تاخدوا بالكم منها عشان لما تبتدي تفوق، لأن العالم هيكون ساعتها بيحاول بأي شكل يتسلل ويسرق الوقت منك، بالمشاغل والمشاكل والتكنولوجيا والوقت اللي تقضيه على التلفزيون وتقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي وغيره. علامات في السماء: انفجار شمسي قوي أخرج أشعة قوية، CMEs كلاس بي، وأدي الخبر قدام حضراتكم. أيضا بقعة شمسية ترسل أشعة للأرض، وأدي صورتها قدام حضراتكم. مذنب كبير يعبر قرب شديد من الأرض يوم 18 إبريل اللي فات، أدي صورته. كرة نارية تضرب عبر سماء في واشنطن بهذا المنظر، ويتزايد جدا هذا الحادث، رغم ان هي نفس الساتلايت ووسائل الاعلام، لكن الموضوع ده زاد جدا. يوم 16 ابريل 18 كره ناريه في يوم واحد اهو. يوم 17 ابريل 11 كره ناريه في يوم واحد. شكرا عزيزي اللي بتتهمني بالكذب، ربنا يبارك حضرتك. أنا عارف الموضوع ده كان ليه حساس، عشان كده من ساعة ما ابتديته كنت بصر أجيب الخبر بصورته، سناب شوت من صفحة المجلة أو الموقع اللي بيتكلم قبل ما أقول العنوان.
يوم 20 إبريل 8 كور نارية، يوم 22 إبريل 16 كرة نارية. خلي بال حضراتكم أساتذتي الأحباء الأدمنز، أعتقد كان يعني في محاولة للهجوم، فخلي بالكم مش عارف إذا كانت هتتكرر تاني ولا لأ، لكن أسماء كانت ملونة وغريبة، فخلي بالكم ربنا يبارك حضراتكم. مش بس تساقط نجوم السماء اللي زاد زي ما قال الكتاب المقدس، نجوم السماء تتساقط، والكلمة في زي ما شرحت كتير اليوناني معناها أجسام فضائية، أحجار فضائية. أيضا الطقس اللي فعلا أمواج بتضج وأصبح متقلب زي ما قال الكتاب، وده حاصل في أواخر الأيام. كان بيحصل نفس الكلام بس ما كانش بالمعدل المتزايد ده، ما كانش الناس تموت من أكتر من كارثة في نفس الأسبوع، كان ممكن يحصل كل 10 سنين مش في نفس الأسبوع. عاصفة ترابية رهيبة تقتل 103 شخص في الهند، ده من إكسبريس نيوز، وآدي منظرها لما بدأت قدام حضراتكم. هذا الربيع يعتبر واحد من أدفأ ربيع يعبر على ألاسكا ويسبب انصهار خطير للثلج، وده من واشنطن بوست. هيريكين مايكل يصل إلى فئة 5 النادرة ويهدد فلوريدا، ده من ABC نيوز. على الأقل موت 5 أشخاص، ده في نفس الأسبوع، بعد 3 أيام أعاصير شديدة ضربت جنوب شرق أمريكا، ده من أكي ويذر، وده مناظر الخراب اللي تم. أول مرة من آسف أخطأ من 49 سنة تسقط ثلوج مبكرة في إبريل في أستراليا، كل ده تلج في إبريل. فيضان في كيبك كندا يغرق 2300 بيت، كل دي أحداث ومشاكل، والأمواج اللي تضج اللي فعلا بتتسارع ده كل أسبوع واحد. الزلازل بتحصل، زلازل عظيمة زمان أيوة، بس ما كانتش بهذا المعدل في الأسبوع الواحد، رقم 6 ما كناش نسمعه بهذه الكثرة في الشهر، أو أصبحنا الوقت داخلين احنا بنسمعه مرة أو أكتر في الأسبوع الواحد. يوم الثلاث 41 زلزال في يوم، ده متوسط وقوي. يوم الأربع 32 زلزال في يوم، واحد فيهم بقوة 6.1 في تايوان. يوم الخميس 25 زلزال، لكن يحصل واحد تاني بقوة 6.5 ريختر في الصدع الهندي. يوم الحد 40 زلزال، واحد تالت بقوة 6.1 ريختر في الفلبين. يوم الاثنين 36 زلزال، منهم زلزالين، واحد 6.4 في الفلبين وواحد 6 في جزيرة فيسيكوي. ده أسبوع واحد، ده مش 10 سنين ولا سنة، فالأحداث بتتزايد تدريجيا زي ما قال الكتاب بالظبط. هنسمع عن زلازل عظيمة، وفعلا بقينا نسمع عنها. الأسبوع ده لوحده حصل فيه 100 زلزال قوي، ده من USGS في 7 أيام، منهم الأسبوع ده لوحده، ده مش سنة، ده أسبوع، منهم 5 زلازل 6 ريختر أو أكتر، ده في أسبوع واحد. زلزال الفلبين اللي هو بقوة 6.3 أسقط العديد من المباني وسبب 5 حالات وفاة، ده برضو من إكسبريس نيوز، وكل ده خراب قدام حضراتكم. زلزال تايوان بقوة 6.1 ريختر سبب خسائر وصدر تحذير من تسونامي بسببه. زلزال قوي 5.7 يضرب مكسيكو سيتي ويهز مباني المدينة، وده من وكالة رويترز. أيضا البراكين اللي زادت، انفجار قوي لبركان إيجونج والرماد يسقط كتير في بالي إندونيسيا، كنا برضو نسمع عن 3-4 براكين قوية في السنة بس ما كانش بهذا المعدل. ده يوم يعني اليوم النهاردة إحصاء في الشرق خاصة 8 براكين انفجروا النهاردة، ده من فولكينو ديسكفري، كل دول براكين النهاردة، كل دول.
ملخص البراكين النشطة يوم الحد اللي فات، كل دول براكين نشطة في نفس اليوم من فولكينو ديسكفري قدام حضراتكم. موت الكائنات الجماعي، ياما ما كانش بيحصل حالة في السنة واحدة أو واحدة أو اتنين في السنة بنفس الساتلايت وسائل الإعلام لغاية 2006 و7، وموجود عندنا الكلام ده. بص بيحصل كم حالة في الأسبوع، بل إيه رأيكم، أنا مش هقول لكم كم حالة في الأسبوع، النهاردة هكلمكم على حالات موت كائنات جماعي في يوم واحد اللي هو يوم 2 إبريل بس. بس يوم 2 إبريل شوفوا كمية الحالات الجماعية للكائنات اللي ماتت، بالظبط زي ما لنا سفر هوشع 4 وصفانية 1، هيموت الكائنات وتسقط طيور ميتة وسمك البحر ينزع وحيوانات البرية قبل عقاب الإنسان. كل اللي هقوله الجاي ده يوم 2 أبريل. موت مئات من الأسماك في بحيرة في أيوة أمريكا، وآدي الخبر والمنظر قدام حضراتكم. في نفس اليوم موت كم ضخم من الأسماك في مزرعة سمكية في تايلاند تقدر بالأطنان. أيضا في نفس اليوم هو 2 أبريل موت عشرات الألاف اللي هي تساوي أطنان من الأسماك في نهر آخر في تايلاند. أيضا في نفس اليوم موت 24,500 من الطيور بسبب إنفلونزا الطيور في الصين، وده من رويترز. أيضا في نفس اليوم موت الآلاف من الأسماك في بحيرة في مانيتوبا كندا. أيضا في نفس اليوم موت مئات من نجوم البحر في شاطئ في إنجلترا. كل ده نجوم البحر ميت. أيضا في نفس اليوم موت أكثر من 200 من الطيور المهاجرة في بحيرة في الهند وقعوا ميتين. كل دي حالات موت كائنات جماعي في يوم واحد. قارنوا هذا الكلام بنفس وسائل الإعلام اللي بتستخدم الساتلايت والتكنولوجيا بنفس الطريقة من 10 سنين فاتت أو من 12 سنة فاتت 2007. شوفوا هل في يوم كان بيحصل فيه هذا الكم من الكائنات الحية؟ وأنا مش نشرت وفيات الحيوانات طبعا لا، لكن ده اللي قاله لنا الكتاب هيحصل في أواخر الأيام قبل في الوقت اللي هيقرب فيه عقاب الإنسان. سمك البحر ينزع، طيور السماء تتساقط، وتنزع حيوانات البرية. وهو قدام حضراتكم اكتشاف ديدان مصة للدم في بعض التعابين يقلق العلماء، ده من فوكس نيوز. الأوبئة أيضاً اللي زادت، انتشار الإيبولا في الكونغو بيزيد أكتر، ووصل عدد الوفيات إلى 821 ألف متوفي من الإيبولا حالياً، وخايفين أن هي تصبح global emergency. أول حالة إصابة بالحصبة في تينيسي. الحصبة تنتشر جدا في أمريكا لتصبح أكبر تاني إصابة في آخر 25 سنة، ووصلت الحالات إلى 100,000 حالة. ملحوظة اللي بيحاولوا يخبوها إنه من الحالات دي كتير منهم مطعمين، وعارفين بيحاولوا يرمي اللوم على إيه؟ على عدم التطعيم كالعادة، بل عايزين يطلعوا قوانين جديدة تبقى بالإجبار. من اي بي سي نيوز، مش عايز يعني ازود في الموضوع ده يعني، بس اسمحوا لي تعليق صغير. انا لست ضد التطعيمات، محدش يفهمني غلط، مش ده اللي بقوله، ولكن فقط اضع بعض المعلومات قدام حضراتكم ملحوظه، وتابعوا الكلام ده ورايا لو تحب، او اسالوا مختصين. لم يمت طفل من الميسل من الحصبه أو يصاب بضرر مستديم لبقية حياته في آخر 30 سنة من كل اللي ما طعموش وأصيبوا بالحصبة، ولكن في المقابل كتير عانوا من مشاكل صحية لأن الحصبة حاطينها في التطعيم الثلاثي للأسف، مش حاطينها لوحدها، اللي بيسمى بالفاكسين انجري. ايه رأيكم حتى لو تنازلنا واللي يقولوا لكم لا لا لا
ده المشاكل بسبب التطعيم الثلاثي وغيره، دي 1% بس. طب ايه رأيكم هنمشي مع 1% اللي قالوه؟ عارفين الأعراض والمشاكل والأمراض اللي هي بيقولوا عليها 1% ايه هي؟ منها أمراض مناعة اللي هو الأوتو إميون ديزيز، دول بيعانوا بقية حياتهم ده لو ما ماتوش بسهولة من عدوى. التوحدي أو الأوتيزم ده مش بيدمر نفسه، ده بيدمر أسرته كمان معاه. ما يسمى بالموت المفاجئ للطفل Infant Sudden Death Syndrome، واللي كانوا يا رب زمان كانوا بيتهموا فيها الأمهات، بل بعض الأمهات اتسجنوا ظلما وكان الفاكسين هو اللي بيموت الطفل، ويحاسبوا الأم ويسجنوها ويعتبروه ده إهمال منها إن ابنها مات فجأة، وغيرها كتير. 1% بس من اللي بيقولوا عليها دي، يعني بتتكلم على ما يزيد عن 100,000 طفل أمريكي كل سنة، أنا مش بتكلم على مستوى العالم كمان، يصابوا بهذه الأمراض. عندك 100,000 طفل بسبب الفاكسين إنجري، بسبب إن هم نحطوهم مع بعض بهذا المنظر، بيصابوا ما بين الأمراض بتاعة المناعة والتوحدي والموت المفاجئ. قصادها اللي ما اتطعموش مفيش واحد مات، اللي ما اتطعموش مفيش حالة سجلت إن هم ماتوا من الفيروس نفسه. وأكرر أنا مش ضد التطعيمات، محدش يفهمني غلط، التطعيمات ياما أنقذت حياة، ولكن ما كانتش بهذا الربح والتجارة البشعة بهذا المنظر. أنا أرفض الوسيلة الحديثة، أرفض الاتنويتد بدل الميت. ليه؟ لأن أنا معرفش جهاز مناعة الطفل قبل ما ابتدي أرزع فيه الحقن دي هو نظام مناعته إيه؟ إحنا حاليا في البروتوكول بتاعنا معروف أنت ما تقدرش تدي attenuated vaccine لطفل مناعته ضعيفة أو عنده مشاكل في المناعة، ولكن في المقابل بيبتدي جدول التطعيمات بدون ما يدرس هل الطفل فعلا مناعته مكتملة ولا عنده مشاكل في جهاز المناعة أم لا. ده اللي أقصد أقوله، ده اللي بيحاربوا فيه ناس كتير، بيقولوا أنتوا فقط عشان تكسبوا من العيال وما يهمكمش كام ألف طفل بيموت في السنة وكم عشرات ومئات الألاف من الأسر اللي بتتدمر forever بسبب المصايب اللي بتحصل. الحاجة التانية أيضا التجميع، ليه لازم تجمع له كل دول تخليه ثلاثي؟ ليه ثلاثي ودلوقتي بقي رباعي كمان؟ ليه؟ يعني ما كانش من الأفضل لو كان تطعيم الحصبة لوحدها هو كان المتاح وليس الثلاثي؟ ولما تنتشر الحصبة في بعض الأماكن إن أنا كنت أخذ تطعيم الحصبة بس وحقنه في كل مكان أستاذ جانجر، وأسف ربنا يحمينا، لكن anyway أسف طولت وما تفهمونيش غلط مرة تانية، أنا لست ضد التطعيمات ولكن أنا ضد التجارة اللي بتتاجر بالأطفال لأجل التطعيمات. التطعيمات مفيدة جدا وتنقذ حياة، لكن لو استخدمت صح مش بهذا الأسلوب الغلط. إصابة العشرات بالالتهاب الكبدي الوبائي في شمال ألاباما. الأمم المتحدة تقول أن أطفال اليمن يعانوا مشاكل مدمرة لمدة 5 سنين الصراع. فيروس جديد يشخص على أنه يسبب الشلل في أطفال مينيسوتا. هو الخدعة القديمة بتاعت شلل الأطفال لما خلصت عايزين يطلعوا خدعة جديدة. ربنا يحافظ على الكل يا رب، خلي بالكم بس من الخداع ده اللي بيتم أحيانا كتير. إيه البديل العملي المطالبة؟ ويتأكد أولا ويخلي الدكتور يتأكد من المناعة بتاعت ابنك سليم قبل ما تبدأ الأجريسيفلي في التطعيمات اللي كانت زمان أدوبك 3-4 دلوقتي وصلت 60. ده اللي بقول عليه، اتأكد الأول أن مناعة ابنك سليم قبل ما تبتدي تديله وترزعه بالتطعيمات دي كلها. سحب أدوية، انتوا عارفين طبعا
الحكومات ما تقدرش توقف تطعيم واحد حتى لو ثبت أضراره، لأن ده هيخسر شركة الأدوية اللي بتكسب منها الحكومات 30 بليون دولار في السنة. مكسب التطعيم الواحد من 60 دولة في السنة الواحدة 30 بليون. فطبعا من هم شركات الأدوية إن هي بأي شكل تزود، ومن هم الحكومات إن هي تزودها. anyway، ربنا يحافظ على أولادكم جميعا يا رب. سحب أدوية ضغط للمرة الرابعة بسبب احتوائها على مواد مسرطنة. إيه الموضوع؟ ده من ABC News. أنت بتقول فيها أستاذنا الحبيب الشيخ؟ ده actually بعض الحاجات بتقول هذا الكلام. anyway، أخبار الحروب أيضاً اللي زادت، أو التهديد بالحروب، زي بالضبط ما قالنا الكتاب المقدس. روسيا تستعد للحرب في فنزويلا، وتحذر أمريكا أن لا تتدخل لإزاحة مادورو اللي هو رئيس فنزويلا أو دكتاتور فنزويلا. ده من نيويورك تايمز. روسيا كانت ترسل سفينة حربية من البحر المتوسط إلى فنزويلا، ولكن وقفت عشان تتحمل في مالطا، وفكوا ان السفينة الروسية اللي رايحة تساعد مادورو اللي هو الراجل اللي ماسك فنزويلا ومش راضي يتنازل عن الحكم، عارفين كانت بتتحمل وبتشتري ايه هذه السفينة الروسية؟ كانت بتشتري عبوات غاز مسيل للدموع عشان المظاهرات اللي بتطلع ضده. sounds familiar، نفس القصة. كل ما تبتدي مظاهرات ضد حاكم تبتدي على طول شراء العبوات المسيلة للدموع بكمية ضخمة، بل المرة دي مين اللي بتشتريها له؟ روسيا. واو. روسيا تريد تحقيق رؤيتها عن عالم موحد متعدد الأقطاب، وأن تغرب الشمس على أمريكا أحادية القطب. ده من RT News. أسطول روسي أحاط وتابع حامل الطائرات أمريكية بعد ما دخلت البحر الأسود. انت شايفين روسيا إزاي أكشول بتقوم بعمليات استفزازية كتيرة، وطبعا أمريكا مش ساكتة برضو بتستفز هي التانية، لكن الإشكالية أن ده بيزود القلق اللي في العالم. ده من سبيس ديلي. ماكرون اللي هو رئيس فرنسا يرسل قوات فرنسية على قرب حدود روسيا، وأيضا مدرعات لاحتمالية الحرب العالمية الثالثة. ربنا يستر. كوريا الشمالية تختبر صواريخ مسيرة جايدت برؤوس حربية قوية. كوريا الشمالية تقول إن هذا الاختبار لن يمنعها من مواصلة الحوار، طبعا حوار للسلام، بس هي بتزود في قوتها العسكرية في المقابل. اكتشاف أنشطة في المفاعلات النووية في كوريا الشمالية، فاللي قاعدة كانت توعد إن هي هتفكك المفاعلات النووية، هي اكشوالي بتزود مش بتقلل. كيم جون أون يقابل بوتين في تصاعد حدة الموقف بين كوريا الشمالية وأمريكا مرة تانية. أمريكا تزيد قواتها العسكرية في كوريا الجنوبية وتبني أكتر قلاع عسكرية. ده من إيشيا تايمز. روحاني يحث المسلمين والدول الإسلامية للتخلص من الصهاينة. إيران تعين جنرال ناري تعهد سابقا بأنه يدمر إسرائيل، تعينه كقائد للجيش. كوشنر اليهودي اللي هو جوز بنت ترامب يقول أن خطة ترامب للسلام ستعلن في يونيو. شكرا يا اللي بتشتمني على التكست، ربنا يباركك عزيزي. معرفش في ايه النهاردة، يعني انا متعود على الشتائم وباخد منها بركة، بس اعتقد الدوز النهاردة شوية زيادة. في ايه؟ ناس كتيرة متضايقة ليه؟
ايه الغريب؟ انا مش بتكلم عنهم على فكرة، ولا بتكلم على الاسلام ولا على غيره. anyway ما علينا، بركة كبيرة شتيمة. anyway نشتم فنبارك، ربنا يبارككم. وزير خارجية الإدارة الفلسطينية يقول أن عباس مستعد أن يقابل نتنياهو على شرط. إيه هو الشرط؟ لو روسيا لعبت دور المستضيف. لكن مرة أخرى خبر أن الإدارة الفلسطينية تقيم حملة ضد خطة السلام الأمريكية. وأنت هتقبلوها ولا مش هتقبلوها؟ ولا مستعدين للمفاوضة ولا مش مستعدين تماما ولا إيه بالظبط؟ قادة عرب يبدأوا يضغطوا على الإدارة الفلسطينية لقبول خطة ترامب للسلام. طبعا عارفين مين؟ فلسطين تطالب أوروبا بأن تعترف بدولة فلسطين. أوروبا ترفض طلب إسرائيل بخطة للجولان وتحذر من اضطرابات في الشرق الأوسط. فرنسي مسلم يطعن جاره. ليه؟ لأنه فقط كان نفسه يقتل يهودي، فعرف أنه واحد من الجيران بتوعه يهودي فراح طعنه. أخبار عامة، أول مريض أمريكي يتم أو يبدأ علاجه بنظام كريسبر للتعديل الجيني، والمحاولة لا تزال تحت التجربة. على فكرة الموضوع ده لو نجح هيكون يعني فعلا بريك ثرو في العلاج، وخاصة في علاج بعض السرطانات. بس ربنا يستر ما يطلعش كمان مصيبة تانية احنا مش عارفينها. علماء يقولوا انك لما تموت ستعرف انك ميت لان مخك بيستمر في العمل. فوكس نيوز. هو اكشولي مش المخ بيستمر في العمل، هو الروح البشري اللي بيكون عارف. ده مش المخ. تحقيق يوضح ان اعضاء السنهدرين يحاولوا احضار المسايا باي شكل. طبعا والكريزما، وزينا ما احنا اغلب المسيحيين عارفين مين المسايا اللي جاي لليهود اللي هيبني لهم الهيكل. انتي كرايست، غالبا هيكون الانتي كرايست. مجموعة من علماء الآثار، عشان كلام اللي قلته لحضراتكم عدة مرات، يؤكدوا طريق الخروج. وما قدمه رون وايت سابقا واللي قدمته لحضراتكم بالتفصيل من 9 سنين فاتوا في ملف رحلة الخروج، اللي تابع معايا رحلة الخروج بالتفصيل والرد على كل شبهاتها، اللي هو من رعمسيس إلى خليج العقبة، عبور البحر الأحمر إلى مديان، إلى جبل سيناء اللي في شمال، اللي في مديان اللي هي للأسف شمال السعودية حاليا، واللي موجود فيها كل الآثار، واللي هو جبل اللوز، ومنها إلى التيه إلى أرض الموعد. الكلام ده علماء آخرين من علماء الآثار يؤكدوا نفس الأمر. طبعا يطلعوا لكم البعض يقولوا لكم ما لقيناش أثر واحد سواء يهودي ملحد أو غير يهودي. ليه؟ أصله مصر يدور في الحتة الغلط، يروح جنوب سيناء ويفضل يدور ويقولك أهو ما لقيناش أثر واحد، يبقى رحلة الخروج أسطورة. أنت عارف أن مش دي الرحلة الصح، دي بس رحلة غلط اتقالت في القرن الرابع الميلادي مش الصحيحة. ليه مصر تترك المكان اللي أوريدي فيه الأثر موجودة وتبحث في مكان أنت عارف أنه هو غلط عشان تطلع تقول ما لقيناش أثر يبقى أسطورة؟ إيه رأيكم؟ طب آدي علماء تانيين بيقولوا لكم أهو دي قاعدة العجل الذهبي، واللي موجودة الرسومات حتى الآن من 3500 سنة حتى الآن. وآدي علماء أثار تانيين يقولوا لكم هو ده الطريق الصح، وتأكدنا واكتشفنا ورجعنا للأدلة. ولكن طبعا اللي مصر على الرفض هيفضل يرفض، وهيفضل يدعي ان طريق الخروج مختلف عشان يروح هناك يقول مفيش اثار يبقى اسطورة. صح؟ شفت الخدعة تتم ازاي؟ لما ما تقدرش تهاجم الحاجة الحقيقية اللي انت عايز تكذبها عشان تخطئ الكتاب، فتدعي حاجة غير صحيحة مثل ريبريزنت
عشان تقدر تهاجمها وتقول كده أثبتت الكتاب غلطان. على فكرة هو نفس اللي قدمته لكم في من ملف بتاع رحلة الخروج، الآن علماء آثار أكتر بيأيدوه. اثنين مسلمين يسخروا من القاضي الأسترالي ويقولوا أن القانون الأسترالي لا ينطبق عليهم. على فكرة المسلمين شموا نفسهم قوي في أستراليا والنيوزلندا بعد الحركة اللي حصلت، اللي أخذوا بيها مكاسب unbelievable بعد الحاجة المؤسفة اللي حصلت في إطلاق النار على الجامع أو الجامعين المسلمين. الناس دول بيقوا خلاص فرضين عضلاتهم بشكل لا تتخيله، وصلوا لدرجة إن هم بيسخروا من القضاء، أنت كلامك ما ينطبقش عليا، أنا أطبق عليا الشريعة وبس. روسيا تهدد حرية التعبير وتبدأ روسيا كمان تمنع برامج الفي بي إن، فأنت تتمنع عنك مواقع تبتدي تستخدم الفيرشوال برايفت نتورك، كمان يبتدوا يقفلوا لك الفيرشوال برايفت نتورك ما تقدرش تستخدمها. اضطهاد المسيحيين اللي حضراتكم عارفين زاد إزاي. خبر جيد في البداية للي بيقولوا عمرنا بنسمع منك خبر عدل، معلش بحاول أجيب لكم أحيانا حاجات بسيطة، معلش. المسيحية في انتشار شديد جدا في سوريا، وكل قرية بيخرج منها داعش بيزيد جدا عدد العابرين. احنا فعلا بنخسر كتير من شبابنا المسيحي في الغرب، لكن بنكسب أضعافه في الشرق الأوسط والأقصى وأفريقيا، وده من وكالة رويترز. سيدة تصلي لأجل شاب فيعود بعد ما مات فيعود للحياة، والأطباء يعلنوا بوضوح أنها معجزة، المسيح لا زال يعمل. تم إنقاذ أهم 6 أشياء في الكاتدرائية بتاعة نوتردام، منها الإكليل الشوك بتاع المسيح، أجزاء الصليب، مسمار الصليب، و3 أشياء أخرى طلعوها من الكنيسة. شكر فعلا لرجال الشرطة البواسل المسيحيين اللي عملوا كل ده رغم اللي تم. أيضا رغم الحريق اللي دمر كل شيء في الكنيسة زي ما انتوا شفتوا، والنار اللي قعدت مولعة فوق 9 ساعات، تم فقط إنقاذ 6 آثار، لكن في حاجات جوه قلب النار ما اتحرقتش. صليب خشبي كبير كان في وسط النار ولم تمسه النيران بشيء. أيضا تمثال المسيح والسيدة العذراء ولوحات رسومات المسيح على الزجاج الملون. الصليب ده النار كانت حواليه وما مستهوش. المسلمون يقيمون التعزيات؟ لا، احتفالات. مش بس اللي جابوهم بيصوروهم شافوا كنيسة بتتحرق وبيعملوا علامة الانتصار، لا، ده بعد كده المسلمين أقاموا احتفالات بحرق كاتدرائية نوتردام. إيه رأيكم؟ وبيقولوا ده دليل على صدق الإسلام. اخص عليكم، مش عارف أقول إيه. في حادث إطلاق النار على المسلمين في نيوزيلاند، مسيحيين العالم حزنوا وعزوا إخواتهم المسلمين، لأن أي نقطة دم غالية علينا، مسيحي مسلم ملحد أي إنسان نقطة دمه غالية، لأنه دول ناس أبرياء، المسلمين دول اللي اتضربوا بالنار ملهمش ذنب. لكن في المقابل إخواتنا المسلمين بيقيموا احتفالات بحرق الكاتدرائية الأثرية، مش عارف أقول إيه. تقارير تؤكد تدمير الكنائس والاعتداء عليها ليس يتزايد في فرنسا فقط بل في كل أوروبا. وفي فرنسا الإحصائية توضح أن أصبح وصلنا دلوقتي بمعدل كنيستين كل يوم بيتم الاعتداء عليهم من المسلمين المهاجرين في أوروبا، ما بين يكسروا تماثيل، يعملوا جرافيتي وحرائق. تقرير آخر يوضح أن الذين يقوموا بهجمات مستمرة على الكنائس في غرب أوروبا مسلمين. طيب، واحد أبيض متعصب عمل حركة لا أخلاقية مرفوضة بالمرة في نيوزيلاند عشان المسلمين بياخدوا بلده، رميته العيب علينا رغم أن احنا ملناش ذنب. طب ماذا تقول عن الأغلبية الإسلامية، وليس الكل، يا ما في مسلمين رائعين جدا، لكن ماذا تقول عن هذه المجموعات الإسلامية المنظمة اللي في المقابل بتحرق إخواتهم المسيحيين، بتحرق كنائسهم؟
ليه الكلب مكيالين؟ تفجير الخبر اللي وجع قلوبنا كلنا، وربنا يعزي قلوبكم جميعا. تفجير في 3 كنائس في الاحتفال بعيد القيامة في سريلانكا. أول تقرير كان ظهر إن هو قتل 138 شخص وجرح المئات، ده من CBN، لكن وصلت عدد الوفيات لغاية يوم الأحد إلى 207، وده من ABC News، ووصل عدد الوفيات لغاية أمس 290، وآخر حاجة سمعتها 310. يس بالظبط. قارنوا رد الفعل وسائل الإعلام والحكومات بين حادث إطلاق النار في نيوزيلند اللي غيروا له قوانين، وبين كم التفجير الرهيب في سريلانكا واللي ما عملوش أي شيء. ممكن أسأل ليه الكلب مكيالين؟ دم المسلمين غالي، لكن ليه؟ لكن مش أغلى من دم المسيحيين، ليه؟ المفروض يكون مساوي على الأقل. ليه الكلب مكيالين؟ ليه في نظر العالم دم المسلمين غالي جدا لكن دم المسيحيين ولا قيمة له؟ ليه؟ ليه العالم مجتمع على الرب وعلى مسيحه بالشكل ده؟ التحقيقات توضح أن المسلمين مسؤولين عن حادث سريلانكا اللي وصل عدد الوفيات 290 لوقت وصل 310، ده من واشنطن بوست. وطبعا يقال أن داعش أعلنت مسؤوليتها، لكن هو مسلمين كتير في سريلانكا قاموا بهذا الحادث. بل تعرفوا أن تم اكتشاف 85 مفجر، ده مش واحد مسلم ولا اتنين ولا تلاتة، في محطة أتوبيس في سريلانكا. متخيلين 85 مفجر ديتونيتورز. رد فعل الحكومات وبما فيها الحكومة السريلانكية إيه؟ غيرت القوانين؟ لا، قررت إغلاق أغلب مواقع التواصل الاجتماعي. يا سلام، هو ده الحل؟ عشان بعد كده لما المسيحيين يتقتلوا وكنائسهم تتفجر كل الموضوع الناس ما تسمعش في العالم. هو ده اللي انتوا قدرتوا عليه؟ أكتر من 12 شخص مسيحي، يا رب، خبر حقيقي يوجع القلب، منهم أطفال اتذبحوا في نيجيريا اليومين اللي فاتوا على يد العصابات الإسلامية بعد حفلة تعميد طفل. بيعمدوا طفل، طلعوا عليهم المسلمين ذبحوا 12 بما فيهم الأطفال. الناس دي ما عندهاش قلب، ما عندهاش دموية أو هيومانيتي على الإطلاق، دول مش بشر. متخيلين؟ هل سمعتوا حد في العالم اتحرك؟ العالم كله وقف على رجل علشان خاطر حادثة إطلاق النار اللي فعلا اتألمنا ليها كلنا في نيوزيلند لإخواتنا المسلمين. طب ليه ما فيش حد في العالم بيتحرك للذبح المستمر للمسيحيين في نيجيريا بما فيهم أطفال؟ عزائنا الوحيد إنه الشهداء وخاصة الأطفال، يا رب الطفل ده اتعمد ودخل الملكوت. هو ده العزاء الوحيد اللي أنا عزيت نفسي بيه. أولياء أمور الفتيات المسيحيات المخطوفات في نيجيريا غاضبين جدا من الوعود الفارغة اللي قعدوا يوعدوها بيهم المسلمين، هنرجع لكم بناتكم وبناتهم ما رجعوش لغاية دلوقتي، واللي خطفهم الإرهابي المسلم بوكو حرام اللي بيقلد رسوله في ملكات اليمين وخطف البنات المسيحيات. القبض على راجل كان بيحاول يدخل عبوات غاز إلى كاتدرائية سانت باتريك في نيوجيرسي. المسلمين اللي انتشروا بحجة اللاجئين في كل العالم، كل اللي عاملينه، وليس كلهم، كتير منهم لكن ليس كلهم، في كتير مسلمين رائعين، لكن للأسف نسبة مرتفعة كل اللي عملونه هم لما انتشروا بحجة اللاجئين في العالم، كل اللي عايزين يعملونه هم أن يفجروا كنائس المسيحية في العالم. إيه ده؟ في إيه؟ إيه الشر ده كله؟ ده من فوكس نيوز. آسف. كنيسة في جنوب كارولينا يتم تخريبها ويكتب عليها عبارات إسلامية، ده مش في مصر، ده في جنوب كارولينا، كارولينا الجنوبية.
واسم الرسول امتى؟ يوم احد الشعانين. انتوا عارفين انه مش بس في مصر ولا في الدول العربيه انه لازم يبنوا جامع جنب كل كنيسه، ويبقى المأذنه بتاعه الجامع موجهه على الكنيسه ويصرخوا باعلى اصواتهم. انتوا عارفين ان الكلام ده حتى بقي موجود في الغرب، في اغلب الولايات وفي اغلب البروفنس في كندا. الكنيسه الكبيره اللي موجوده في ميسيساجا لازم كان يبني جامع جنبها، وبرضه المأذنه في اتجاه الكنيسه، ورغم ان المساجد كبيره ضخمه. ايه ده؟ تقرير يوضح ان الاضطهاد ضد المسيحيين واليهود يتزايد جدا في امريكا. ما تفتكروش المسيحيين مش مضطهدين في امريكا، نوع مختلف ولكن في اضطهاد في السنين الاخيره. بينما الاضطهاد ضد الشواذ والمسلمين بيتناقص جدا، اللي هو اقل جدا من معدل المسيحيين، وكمان بيقل. يعني معدل اضطهاد المسيحيين بيزيد، معدل اضطهاد المسلمين والشواذ بيقل. ايه رايكم؟ اقتربنا جدا من زمن الإسمية، فتقرير يوضح أن أقل من نصف المسيحيين البريطانيين هم من بس اللي بيؤمنوا أن المسيح اتصلب ومات وقام. ما تستغربش جدا لما واحد يقولك أنا مسيحي، تؤمن بصلب المسيح؟ مش عارف. تؤمن بالثالوث؟ يقولك الثالوث اتفرض علينا. تؤمن بقيامة المسيح؟ يقولك غالبا لا. دول اسمهم إخوة كذبة. مش كل واحد يقولك أنا مسيحي معناه أنه هو مسيحي. By the way، خلي بالكم، افرز الإخوة الكذبة اللي بينكم، ده مش ضد المحبة، ده عشان تتحاشى الخديعة وتتحاشى العثرات اللي ممكن يقوموا بيها. وعزهم وانتهرهم ووضح لهم والفت نظرهم وصللهم بمنتهى المحبة، لكن ما تسيبهمش يمثلوا كما لو كانوا هم المسيحيين وده رأي المسيحية. لا، دي بقى عثرة. اتهام سانت أنتونيو باضطهاد المسيحية لرفضها افتتاح فرع سلسلة محلات المسيحية تشيكن فيلي. متخيلين؟ الولاية واقفة ضد سلسلة محلات مسيحية مش عايزة تفتح فيها. الانحدار الأخلاقي اللي زاد جدا واللي وصلنا له. ممثلة من هوليود تطلب السيدات أن يسجلوا قصصهم مع الإجهاض. ليه؟ عشان ناوية تعمل برنامج وسلسلة جديدة ضد قوانين منع الإجهاض بعنوان أسفة أنا مش أسفة. Sorry not sorry. فعلا مجدوهم فيه خزيها. في المقابل يا رب اللي قاموا بفيلم Unplanned اللي كشفوا فيه الجريمة البشعة بتاعة الإجهاض في أمريكا واللي بتقوم بيها Planned Parenthood وغيرها، بيقولوا للكنايس، بعض الكنائس بقت اسمية للأسف، ويحزنني أن أنا أقول ذلك ولا أقصد إدانة. خلي بالكم الميجا تشيرشز اللي أهم حاجة المسيح يديك اللي أنت عايزه، فلوس يديك، صحة يديك، نيو جيرل فريند يديك، يا إلهي على اللي بيتقال. بيقولوا لهم يا كنائس يا ميجا تشيرشز ما تتحدوا ضد الإجهاض. آسف، عارف ان خبر ممكن يضايق ان انا اكون قلته. اجبار كليه للاولاد انها تاخذ غصب عنها طلبه شواذ العام المقبل. على فكره الشذوذ ليس بالتصويت، ما بيروحوش للكليه يقولوا المدير عميد الكليه والاساتذه اللي معاه صوتوا تقبلوا ولا لا، ولا لاولياء الامور الطلبه ياخدوا تصويت. ما فيش تصويت، في اجبار. طب انت بتتكلم على الشواذ يمثله اقل من 1%، برضو اجبار. امتى يعملوها تصويت؟ لما يتاكدوا ان هم عرفوا يسيطروا او عرفوا يضعوا خطه ازاي ياخدوا الاصوات، لكن غير كده ما يقوموش بالتصويت. زي بالظبط نفس الطريقه اللي اجبروا دلوقتي قدامنا، بيجبروا الكليات واحده ورا الثانيه على تعليم تاريخ الشواذ وحقوق الشواذ كما لو كان حقائق علميه، هو نفس الأسلوب الإجباري التدريجي اللي اتفرض به تعليم التطور والإلحاد في الجامعات والمدارس من عدة عقود. نفس الطريقة بتتكرر قدام عينيكم. اللي هيجيني مرة تانية ويقول لي إزاي التطور الغرب بقي في كل جامعات العالم بيتدرس،
ما قدام عينيكم الشذوذ بنفس الطريقة بدأ ينتشر بنفس أسلوب الإجبار والتسلل في أغلب الجامعات، وقريبا هيبقى في كل الجامعات حقيقة علمية. بتستغربوا؟ قدامكم طرد مدرسة إنجليزية لأنها عبرت على صفحتها عن قلقها من وضع مناهج تعليم الشذوذ في مدرسة مسيحية من قبل وزارة التعليم. وزارة التعليم أخذت تصويت لا، خدت رأي الأغلبية لا، أولياء الأمور لا، رأي العلماء المتخصصين لا، إجبار في فرض تعليم الشذوذ في المدارس زي نفس الوسيلة اللي كان فيها إجبار في فرض تعليم التطور والإلحاد في المدارس، نفس الوسيلة، بل هي نفس المؤسسة. في نيوجيرسي إجبار المدرسين والطلبة على تعلم تاريخ الشذوذ. إيه رأيكم؟ آدي اللي بيحصل، آدي اللي إحنا وصلنا له. عشان كده فعلا محتاجين نصلي، محتاجين نتكلم، محتاجين نضيء في هذا العالم المظلم، نعد زيت في مصابيحنا عشان نكون إضاءتنا واضحة في العالم المظلم وينعكس نور المسيح علينا، عشان نستقبل العريس بالصلاة والصوم بالخدمة بالتبشير. العالم هدفه صدقني من واحد من أهدافه هذه الأيام هو عايز يقطع لسانك بأي شكل، ما تتكلمش مسيحي، خليك في نفسك، بتؤمن ربنا خلق، اوعى تنطق، عشان احنا ولادك هناخدهم من ايديك وهنخليهم ملحدين وانت ممنوع تنطق، وولادك نخليهم شواذ وانت ممنوع تنطق. هو ده اللي عايز يعمله العالم، يقطع لسانك، ما تقولش التطور والالحاد غلط وتقدم ادله عليه، ما تقولش شذوذ غلط، لا. عشان كده الكتاب وصانا ان احنا نتكلم باستمرار، ولكن في نفس الوقت أيضا استعدادنا الشخصي، حياة تنقية القلب والاستعداد بلباس العرس. كل سنة وحضراتكم طيبين، احنا حاليا في فترة الاحتفال بأروع حاجة حصلت للبشرية، وهو فداء المسيح البشرية كلها، اللي اتذبح واشترانا، اللي اتصلب عشاننا. هذا وأنتم عارفون الوقت الآن، دلوقتي ساعة لنستيقظ من النوم، فأنا خلصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، نسلق بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد. اللي مسيطر عليه خطية، اللي مسيطر عليه فكر، اللي مسيطر عليه إن هو مدمن شيء، مفيش وقت. الآن أقوم وأتوب وأرجع، البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. احترس لو ما تمسكتش بالمسيح من الآن، لو زاد الظلام وما كانش عندك زيت كفاية مش هتقدر. ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل عشان ما تحصل تاني. ليه؟ واحد، عشان ما نخافش، زي ما قال لنا معلمنا بطرس في رسالته الأولى 3:14، عشان نؤمن في زمن التشكيك اللي احنا بقينا فيه. كلهم دلوقتي بيحاولوا يهاجموا الكتاب المقدس ويشككوه، ويشككوا فيه أولاده عشان يعصروا صغار النفوس. فربنا قلت بيقول في إنجيل يوحنا 14:29، قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ قلت لكم حاجات هتحصل عشان لما تحصل تؤمن وتقدر تقف بقوة إيمان ضد اللي بيقولك كتابك غلط، محرف، مؤلف، ووصلوا لدرجة بيحاولوا يشككوك في وجود ربنا نفسه. وأيضا عشان تنتبه وتستعد متى ابتدأت أنت ترفع راسك لفوق في زمن ربنا عارف ان العالم هيكون بيتفنن ازاي يسرقك، يسرق اغلى حاجة من اغلى الحاجات اللي تملكها وهو وقتك، في المشاغل والمشاكل والامور الاقتصادية والتليفون التكست مسج اللي ما بيبطلش وبيسرق وقتك، والسوشيال ميديا اللي لازم تقعد تتابعها باستمرار اللي بقت ادمان. خلي بالك العالم عامل النظام ده عشان يسرقك، خلي بالك، ارفع راسك لفوق. وده اللي قلته عنوان خدمتي النهاردة، رغم هي زيها زي أي كل يوم ثلاث، ولكن بس قلت حاجة صغيرة خالص زيادة النهاردة. تصالح مع الرب، تصالح مع ربنا. لو بعدت عن ربنا بسبب تراخي، بسبب مشاغل، مشاكل، عثرة، أي شيء، تصالح مع الرب.
وافرحوا لأن عريسنا قرب، معرفش إمتى لكن قرب. وانتبهوا إن الشيطان برضو عارف إن ليه زمان يسير زي ما لنا الكتاب، فعايز يفقدك سلامك، عايز يشوه صورة المسيح وكتابه وولاده، ومش عايزنا ننال أكاليل. استعدوا، في وقت تعدى مش 150 ألف الوقت داخل على 152 153 ألف شخص بيموتوا في اليوم الواحد. ما عرفش كل واحد مننا هيكون إمتى. ربنا يديكم طولة العمر والصحة، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحافظ عليكم، المسيح قرب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة، واستعدوا لاستقبال عريسنا السماوي. أمين. تعالى أيها الرب يسوع.